ساندرز. أهلا وسهلا بك نادين. يعني كلمة حادثة إطلاق نار جديدة، أو لم تعد جديدة في الولايات المتحدة، بل أصبحت تشبه يعني شبه يومية، وخاصة في السنتين الأخيرتين. كيف يمكن أن نبرر هذا الأمر؟ تحياتي لك ومشاهدين جميعا. يعني لا يوجد تبرير لهذا الأمر، هي ظاهرة أصبحت مقلقة جدا للمجتمع الأمريكي. أساسا الأمريكيون هنا يختلفون ويحتدمون في خلاف حول موضوع السلاح، هذا السلاح الذي أثار كثير من حوادث العنف على مستوى الولايات المتحدة، وخاصة في المناسبات السعيدة التي يحولها عنف السلاح إلى مناسبات قاتمة مؤلمة لكثير من العوائل وكثير من الأمريكيين وكثير من الأبرياء. يقوم بها أناس إما مضطربون عقليا أو مجرمون بطبيعة الحال. يعني أسباب موضوع السلاح بشكل أساسي وتمكين أي أحد من الحصول على السلاح وحقه في ذلك هي المشكلة الأساسية في هذا الأمر. لا يوجد قانون يمنع من امتلاك السلاح إلا إذا كانت هناك خلفيات إجرامية سابقة. هذا الأمر لم يتغير، لم تستطع أن تغيره إدارة بايدن، ولم تستطع أن تغيره الإدارات التي سبقت إدارة بايدن. نحن نعلم خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول شرعية السلاح، لأن هناك أحقية دستورية في السلاح. طيب حتى الآن يعني لا يمر شهر إلا ونسمع عن هذه الحوادث الكثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا الأمر أصبح عادة أم الآن أصبح يسلط الضوء على هذا الموضوع؟ لا يمكن أن يصبح عادة بشكل من الأشكال، وبالفعل يسلط الضوء عليه بشكل كبير، ولكن تسليط الضوء حتى الآن يعني لم ينتج عن أكثر من مجرد تسليط الضوء، لم ينتج عن قرارات حقيقية. القرار الذي أطلق يعني وقعه بايدن بأن يكون هناك فحص لخلفيات الذين يريدون الحصول على السلاح من ناحية أو ليس من الناحية الإجرامية، أن يكون هناك السن معين، يعني لم تكن هذه حتى الآن مجدية للغاية. كما نرى هذا الشخص كانت له نوايا بارتكاب جرم القتل العشوائي، ولكن هذه النوايا لم تكن واضحة. يعني عندما نرى على السوشيال ميديا فيديوهات له تعبر عن أغانيه التي فيها محتوى عنف، قد يعني ذلك للسلطات في بداية الأمر قبل أن يرتكب هذا الجرم أنه ربما ضد العنف، ربما أنه يتحدث عن العنف، ربما أنه غير جاد، ربما أنه مجرد تعبير رأي. عندما يتحول الأمر إلى ارتكاب فعل بالحقيقة، يعني صعوده إلى السطح وخرقه لمنطقة موجود فيها البوليس، هذا يعني أن لديه نية سابقة بارتكاب هذا ضرب النار العشوائي. وبالتالي هذه الجرائم يعني صحيح نحن اعتدنا أن نسمعها من وقت لوقت، أصبحت مألوفة، ولكن في كل مرة نشعر بألم أكثر من المرة التي قبلها، لأن هذا الأمر تكرر باستمرار، ولأن هذا الأمر لا أحد يستطيع إيقافه حتى الآن بشكل فعال. يعني ما زال يحدث رغم كل الإجراءات الأمنية التي تكون موجودة، إلا إذا كانت هناك إجراءات أمنية مشددة جدا، عندها نأمن أنه لن يكون هناك خرق من هذا النوع. نعم، يعني هل ذلك يعني أن البلاد ما زالت بحاجة للمزيد من العمل في هذا الملف؟ يعني هل هنا اليوم يعاد فتح النقاش في مسألة تشريع اقتناء الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا الموضوع دائما قائم، دائما النقاش في هذا الموضوع قائم. بالتأكيد يجب أن يكون هناك الكثير من العمل الذي يجب أن ينجز للتخلص من هذه يعني هذا موضوع كبير جدا يقلق جميع الأمريكيين وسيؤثر على حالهم في المستقبل. يعني هذه القرارات إن لم يفعل شيء من أجلها لتغييرها فهي كارثة على المجتمع الأمريكي. حتى الآن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي بايدن
تعمل بشدة من أجل أن توجد يعني طرق معينة لتغيير، لكن الجمهوريون يقفون في وجه هذا الأمر، بين الديمقراطيين والجمهوريين يبقى تشريع السلاح قائما. إذا ما الحل؟ إمكانية وصول أي أحد للسلاح، يعني العمل على تشريعات كهذه تلغي تشريع في الدستور هو ليس بالأمر السهل ولكن ضروري جدا. ما لم يقتنع الجمهوريون بأنه يجب أن يتخلوا عن تمسكهم بالسلاح، يعني مؤخرا صدر قانون من المحكمة الدستورية العليا بتشريع امتلاك السلاح مجددا والتأكيد عليه، نفس الشيء في عدة ولايات. العمل لن يكون سهلا لأنها هذا الأمر ليس وليد اليوم، هذا الأمر إطلاق النار العشوائي موجود منذ فترات طويلة ويحدث باستمرار وخاصة في المناسبات. إذا طبعا ما زال هناك الكثير من العمل، المنظمات الحقوقية تعمل، الناشطون يعملون، السياسيون يعملون، حتى إدارة البيت الأبيض وفي واشنطن، ولكن كل ذلك لم ينتج حتى الآن أي شيء مجدي في هذا المجال للأسف الشديد. شكرا لك، كنت معنا من نيويورك الصحفية نادين ساندرز.